مصمودي هي فكرة بدات صغيرة، كان حلم الوالدة مدام مصمودي الله يرحمها. الفكرة هذه avec toute générosité مرتها على مدى ثلاثة أجيال، تطورت تجدد تأقلمت مع التغيرات بتاع العادات الاستهلاكية، ولكن حافظت على الجودة بتاعها وحافظت على الطابع التقليدي بتاعها. اليوم باتيسري مصمودي هي سي ان اكزومبل بور لا سوسيتي تونيزيان، لي بي ام تونيزيان اللي هما يصنعوا في برودوي وفي منتوج تونسي 100% تونسي ويصدروا فيه لبرا من تونس. الشيء هذا ما جاش بالساهل الحقيقه، احنا على امتداد 50 سنه تويكا نخدموا على المنتوج، نحاولوا نخدموا طورنا برشا في التعليم في الكونديسيونمون تاع البرودوي باش خلينا البرودوي ينجم يسافر، ينجم يمشي من تونس يوصل لكندا يوصل لامريكا يوصل لفرنسا يوصل للبلدان العالم تقريبا الكل. اليوم كل المنتوجات وكل البرودكسيون تصير في صفاقس، في المصانع نتاعنا في صفاقس تصير، ويصير الديسباتشينغ نتاعها للي بوان دو فونت اللي موجودين في تونس من جربة حتى كشي البنزرت. عندنا 21 نقطة بيع في تونس. باتيسري مصمودي هي مؤسسة مصدرة، مؤسسة مشغلة لليد العاملة، مؤسسة عرفت تخلق اسم ذا شهرة عالمية، خدمت على تطوير الاسم، خدمت على ترويج المنتوج، عرفت تسوق ممكن، عرفت تعلم المنتوج يسافر، ولكن ثم عمل كبير في التسيير، في الحوكمة، في التطوير. المؤسسة فيها 24 مصلحة، فيهم كل الأنشطة، فيها 900 عامل، فيهم 85% نساء. المؤسسة عرفت كيفاش تتأقلم مع الأزمات على مدى 50 سنة، وخاصة في الأزمة الأخيرة، بفضل طاقاتها، بفضل خبراتها، بفضل العمال وبفضل الإطارات والخبرات اللي موجودة في المؤسسة. اليوم المهمة نتاعنا صعيبة بارابور للفيزافي دو نو كليون اللي في تونس، حرفائنا اللي في تونس ولا اللي برا من تونس. حرفائنا اللي في تونس لازمنا نعطيهم ان برودوي دو كاليتي، لازمنا ديما نطوروا في المنتوج، لازمنا ديما نكونوا على باج باش ديما نكونوا مواكبين العصر نتاعنا. داير حتى في لي تكنيك دو فونت نتاعنا اليوم طورناهم. اليوم عندنا ان سيت دو فونت اون ليني، ان بوتيك اون ليني قائمة الذات في تونس، عندنا ان بوتيك اون ليني قائمة الذات في فرنسا، ونوزع على 7 بلدان في اوروبا، عندنا اون بوتيك اون ليني في كندا، ونوزع زاده كيف في امريكا، اون ريفيرونسي شي امازون كندا وامريكا زاده كيف، موجودين زاده في السعوديه، عندنا بوتيك اون ليني نتاعنا في السعوديه، وعندنا المغازان الباتسري نتاعنا في المدينه، وان شاء الله عندنا دوتر اوفيرتور في البريفي في السعوديه، بروشينمون زاده كيف في ليبيا الشقيقه. اذا كان اليوم وصلنا نجم نصدروا لي برودوي نتاعنا، وكما شفتوا هوني لي برودوي كلهم يتصنعوا دون مانيير ارتيزانال، سي 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 بيغمون دو لارتيزانا، نحكيوا على الصناعه التقليديه اللي ماهيش سهله باش نوصلوا احنا نوفروا سي ان برودوي اليمونتير فينالمون.
يعني للمؤسسة تتويج لعمل وجهد ومثابرة واجتهاد 50 سنة، يعني هي نتيجة لكل ما قامت به المؤسسة من مجهود على مستوى العالم. مثلت العلم التونسي في أكثر من 100 تظاهرة عالمية، عرفت بالمنتوج التونسي، عرفت بالعادات والتقاليد التونسية، عرفت بالصناعات التقليدية التونسية. وأنا نشوف كون اليوم 50 سنة ما جاتش بلاش. على مدى 50 سنة nous avons accompagné nos clients dans les meilleurs moments de leur vie. على 50 سنة تكونت عائلة موسعة من عمال وإطارات وحرفاء. 50 سنة هي التتويج لعمل طويل وعمل جهد ومثابرة واجتهاد. 50 سنة ما تجيش من عدم.